هو واحد من عتاولة المهنة، يكفي ظهور اسمه على أي تتر عشان نطمن إنه عمل ممتع، ورغم تأخر نجوميته إلا إنه في وقت قصير جداً قدر يحفر اسمه بحروف من نور في عالم الفن والإبداع. ضيفي النهاردة في يوم ليك النجم خالد الصاوي. يا أستاذ خالد، منور يوم ليك. شايف جدا. الناس؟ الحمد لله، يعني بجد سعادتنا لا توصف النهاردة. كل سنة وطيبين جميعا، كل سنة وطيبين كل الناس اللي بتفرج علينا وكل الناس اللي بتابعنا. وسنة حاجة طيبة. وحضرتك طيب، حفاوة الجمهور بتغير من مودك؟ طبعا، ده هو ده الإحساس اللي الواحد كان ماشي وراه في طول سنين المسرح، لما ما كانش فيه فرص قوية، ما كانش فيه أمل قوي واضح يعني في المهنة، إنما كان يكفي إن الواحد يبقى موجود في وسط الجمهور حتى لو كان عدد قليل، بس بيتفرج عليه وبيسمعه بحماس. الدنيا دي بتتغير خالص. طيب إحنا معانا تقرير بنرحب بحضرتك كده على طريقتنا الخاصة، اسمح لنا نشوفه؟ يا ريت. يلا اتفضل. اسمي ناحي. خالد الصاوي معجون بالفن، ندهته ندهت المسرح من أيام الجامعة، وكان معاه فنانين شباب بعد كده بقوا نجوم كبار زي هنيدي والكدواني وخالد صالح. أنا ما اتعطعتش من هنا، طول الوقت كنت كامل فوق مستني اللحظة المناسبة عشان أتدخل. بس سيف الخديوي في بداياته عمل مسرحيات ناجحة جداً زي اللعبة في الدماغ، وما كانش مجرد بطل لفرقة الحركة، لأ كان مخرج ومؤلف وشاعر، وأحياناً بيألف موسيقى. ورغم ظروف المرض المؤلمة وتجربة رحيل رفيق المشوار خالد صالح، إلا إن الصاوي تغلب على الظروف دي وكمل مسيرته مدفوع بعشق الفن. نقدر نقول عليه ببساطة صاحب الألف وجه، وبيشهد على كده أدوار المتنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح. المسرح اللي منتظر خالد يرجع له في يوم قريب، لأن المسرح هو حبه الأول. أنت بتكذب وهي قنابل، وبتكذب برضه لأن أنت منتمي لتنظيم جهادي، مش فكرياً وعقائدياً بس، لا تنظيمياً تنفيذ تخريبياً. فجيتك؟ متشكر على التقرير. يعني دي حاجة بس بسيطة كده، تعبير عن حبنا لحضرتك. متشكر جدا. ما وحشكش المسرح؟ وحشني جدا، وحشني جدا، بس في صعوبة دلوقتي في إنه أقدر ألتزم بيه. المسرح عايز التزام، مش بس بمواعيد بروفات، هو حالة كده على بعضها، الطريقة اللي بتقري بيها النص، لأنه هو في ميزة مهمة جدا، هو التتابع، إنك بتعملي الدور من أوله لآخره في حضور ناس، بعد مجموعة بروفات طويلة بتستغرقي في الشخصية وبتعملي علاقات مع زمايلك بطريقة معينة، بتبقوا أسرة العمل بجد. أحيانا في الأفلام مثلا أو في المسلسلات ما بنقابلش بعض خالص، يعني في زملاء ليا هنموت نشتغل مع بعض وبنظهر في أفلام مع بعض، بس ما قابلناش بعض جوه الشغل. المسرح مش كده. فوحشني كل العالم بتاعه ده، بس العالم بتاعه ده عشان نترجمه للالتزام، فأول حاجة فيه وقت طويل، ما بتعمليش حاجة تانية بتركيز قوي أو بانغماس قوي، يعني بياخد وقتك كله. هياخد الوقت كله، وخصوصا ان هو يعني مش مربح. لا، قصة ان هو طبعا المسرح دلوقتي، وقبل كده اللي بيحب يعمل مسرح لازم يبقى عامل حسابه انه هيكسب من حاجه تانية مش من المسرح. مش من المسرح، لا، في حاجات كده المسرح كده، الشعر كده، في حاجات مش هتعملها علشان انت بتحبها هي،
وعلشان هي ممكن تبقى خطوه لحاجه تاني. لكن لو انت هتكسب من المسرح فانا بنصح الشباب طبعا ان هو يبقى فاهم ده كويس قوي من الاول. يعني اعمل اعلان وروح اشتغل في المسرح، اصرف من ده على ده، لكن انك انت عايز تكسب من المسرح يعني ما يعتمدوش اعتماد كلي على المسرح. لا، الا اذا هتشتغل بعد سنين كتيره وجابوك وانت نجم علشان تبقى بتعمل مسرحيه تجاريه ناجحه وبتاع، بس ده هياخد سنين منك، ما تقدرش تعتمد على ده في الاول. لكن انا بالنسبه لي دلوقتي حتى نوع المسرحيات اللي انا هشتغلها مش هتبقى هي اللي بتجيب الفلوس بتاعت المسرح التجاري اظن يعني، لكن ممكن جدا اشتغل مع حد ويبقى عنده وجهه نظر مختلف. في ناس عرضت عليا شغل واقنعتني بيه بصراحه، واظن ان هي عندها القدره على تسويقه افضل من الطريقه اللي انا كنت بقى افكر بيها زمان. طيب حضرتك طبعا قدمت شخصيات كتير جدا سواء سينما او تلفزيون، ليه اعتبرت عادل في القاهره كابل من اصعب الشخصيات اللي حضرتك قدمتها؟ الشخصيه اللي بتبقى شكلها عادي جدا، ما فيهاش ملامح في النفسيه او في الشكل غير عاديه، يعني ما فيهاش بروز، مش قاسي ومش حنين قوي، مش فاهم قصدي؟ الحاجات دي مش بخيل، مش كريم، مش مهزار، يعني مش ما عندوش نكدي. نقدر نقول صفه ظاهره او واضحه، ملوش ملكه، شخصيه عاديه اقرب للميه. في شخصيات بتبقى زي كان طبيعتها نار، فلات يعني نقدر نقول، مش تبدو فلات شكله كده، لان هو لازم يحافظ على اتزانه ولازم يحافظ على شكله، ولازم وهو شخص مش هيبقى مزاجي قوي. لو بقى مزاجي قوي ما كانش هيقدر يشتغل الشغلانه دي ويوصل فيها للمركز اللي هو فيه. سواء كمان قلبه دافي، هو يبدو من بره هادي وبارد شويه، لكن انسان انا اعتقد قوي. كان انسان، لانه كمان جاي من خلفيه متميزه قوي، يعني هو كان في مكافحه الارهاب، كان راجل كل يوم مستعد يبقى شهيد فداء للبلد وفداء للشعب. طريقه تفكيره مع الناس في الناس وازاي هيستقي منهم المعلومه ورايح لايه وبتاع، في خدمه الشعب اكتر منه في خدمه نظام بعينه. وصديقه المقرب اصبح ارهابي، ومن هنا نشا بقى الصراع ما بين عادل وما بين، هتشوفيه كل مره بيحاول انه يلم المواضيع مش يفجرها. يعني حتى في لقائه يعني في المواجهه اللي تمت بيني وبين طارق لطفي رمزي، في رمز شخصيه رمزي، في حضور احمد رزق وفتحي عبد الوهاب، المشهد اللي الحمد لله احنا كان خطير، يعني وانتوا الاربعه قاعدين مع بعض كويس. كان من اعلى المشاهد الحمد لله، كنا متوقعين ده، بس طبعا لازم ندي الكريدت الاساسي او يعني الفضل الكبير يرجع للكتابه للاستاذ عبد الرحيم كمال، طبعا عبد الرحيم كمال، وللاخراج لحسام علي. لازم نقول ده كويس، لانه في مشاهد زي كده ممكن جدا تقلب ملل مهما كان الحوار بين الشخصيات. تقصد تقول بيبقى في تنظير مثلا، بيبقى لا يعني انك انت قاعده قدام في لوكيشن واحد في مكان واحد بين اربع اشخاص بيتكلموا وبيتكلموا في ذكرياتهم، ومفيش حدث معين كبير، بس في احداث صغيره بتحصل وفي تحت الكلام كلام. بس انتوا مش اي اربعه كمان، الحمد لله، يعني كان في مباراه، بس احنا اربعه كمان اصحاب من سنين، يعني فعلا طبعا من الثمانينات ومن التسعينات علاقتنا كويسه، صحيح ما احناش مقربين طول الوقت يعني، بس يعني لو قلنا صداقه اعلى من الزماله كمان العاديه. طيب لو جيت قلت لك يعني ممكن نقول فتحي عبد الوهاب شخصيته قريبة من مين؟ من الإعلاميين؟ لا أنا متهيألي إن هو عارفة الناس اللي زينا أو جيلنا أو مجموعتنا دي اللي أنا بتكلم عنها، لا تعاصرنا في وقت واحد، اشتغلنا تقريبا في وقت واحد، دخلنا الأكاديمية تقريبا في وقت واحد، كان اشتغلنا في وقت في مسرح الحر، وكان يعني الناس دي لو قلت لحد فيهم أنا جايبة لك شخصية فلان تمثله مش هيبقى مبسوط قوي. لو لكن كل واحد بيشتغل على كوكتيل من الشخصيات، يعني هتلاقي فتحي عبد الوهاب هياخد من الاعلامي فلان الاناقه بتاعته، وهياخد من الاعلامي فلان اللف والدوران، وهياخد من شخصيات هو شافها في حياته الخبص ربما، هيعمل التوليفه دي مع بعضها. لكن واحد فينا لو قلت له
تمثل شخصيه هيحس كده بتقول له تعالى قلد اكتر منه تعالى شخص. حضرتك كنت من انصار ان انت تعمل عمل واحد في رمضان. اه طبعا. ايه اللي خلاك تغير رايك وبدات تعمل عملين دلوقتي؟ الدنيا بتتغير. بص، في حاجتين بيحصلوا دايما. الواحد لو فضل ثابت عند نقطه معينه، الثبات على مبدا حلو، بس الثبات على تصور ده يخضع لانه على حسب التصور ده هيوديك ليه. انا بعتبر ان انا كنت انا مثلا كشخص بدور على، خلينا نبسطها، بدور على ترس معين، ترس بتاعنا، وفي ترس بتاع الفيلد اللي حواليا، الميدان اللي انا بشتغل فيه. لو احنا ولازم تتواكب معاه، والناس اللي بتسمع وبتتفرج، في سوق، في ناس، في اجيال. انا لما حد من 10 سنين يقول لي انا معجب بيك وبحبك ومستني ادوار معينه، غير لما ابنه بعد 10 سنين كبر وبقى يقدر يقول لي انا بتابعك وعايز اشوف كل المتغيرات دي، مع امكانيات دلوقتي اننا نعرف اراء الناس، بقى في تواصل اجتماعي، بقى في ازمات كتير حصلت في حياتنا، الكورونا والناس الصدمه اللي خدوها، وبعد كده كل واحد قاعد في بيته، بس هو ما فيش حد بقى وحيد في العالم دلوقتي، يعني هو لوحده بس على الموبايل او على الجهاز طبعا. كل التغيرات دي والسوق بيتغير، وانا اختفيت ثلاث سنين، يعني ثلاث سنين مزبوط. حصل لاسباب بعضها يرجع لي انا اللي مسؤول عنه وانا اللي غلطت فيه، وبعضها كان مرضي اعتقد. لا لا، كان غصب عن حضرتك ولا لا 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 لا, لا, لا خالص خالص خالص، ما عنديش حاجه مشكله صحيه على الاطلاق، لانه كان عندي حاجه واحده اللي هي فيروس سي، والحمد لله خفيت منه، وان شاء الله يخف منه كل مرضى، واحنا بنعمل جهد كبير في مصر في الموضوع ده، وبنصدر دلوقتي حتى طرق العلاج اللي احنا قدرنا نعمله، الشغل اللي عملناه الممتاز في مصر لافريقيا وبتاع. فانا ما كانش عندي مشكله، واقول لك على حاجه، ما فيش مشكله حصلت لي انا ما كانش ليا نصيب فيها، يعني انا مسؤول، اقدر اعتبر ان انا مسؤول بدرجه كبيره عن خط سيري وعن توقفاتي عن اخطائي، بس ساعات كمان الواقع الموضوعي اللي احنا عايشينه بيفرض عليكي حاجات. أكيد. بس الذكاء وانك انت تعرفي تتكيفي. بمعنى اخر، يمكن اكون الثلاث سنين دول علموني انه مع التغيرات اللي حصلت والناس بقت تتفرج بطريقه مختلفه، ظهور المنصات، كل طبعاً. الحاجات دي خلت انه لو انت مصر تفكيرك يتغير، تفكيري يتغير، ايه اللي انا دلوقتي اعمله علشان اعوض الفتره اللي فاتت ونط واحقق الاهداف بتاعتي على سنتين ثلاثه ممكن، فما يمنعش خالص ان انا دلوقتي اعمل ده. اذا قدام كان الافضل ان انا اعمل عمل واحد هعمله، اذا كان قدام الافضل ان انا اعمل ثلاث اعمال هعمل. يعني كانت مراجعه على حساباتك طبعاً. في ثلاث سنين غيرت ايه في قناعاتك؟ كتير كتير. انا ما بغيرش الثوابت. الثوابت يعني ايه؟ يعني مثلا ايه الثوابت بتاعت خالد؟ العدل والظلم مثلا، مشكلتين دول، الظلم عدوي، والعدل ده هدف وشيء يعني قيمه اعلى من قيم، يعني لو في عدل يبقى نقدر نتكلم في اي حاجه ثانيه. مش هعرف استمتع بالجمال ولا بالخير ومفيش عدل، يعني الظلم عدوي بالتاكيد، وقع عليا، وقع على حد تاني، وقع على حيوان، وقع على اي حاجه، ظلم النفس، كل ده، فدول اعدائي. انما ممكن انا من سنين اتصور انه ايديولوجيا معينه هي اللي هتوصل الانسان او الانسانيه لتحقيق العدل، ممكن اغير الايديولوجيه دي لانه في الواقع العملي. انت كانت ايديولوجيتك اشتراكيه؟ اشتراكي ثوري، قعدت سنين كتيره وغيرت بعد كده. حسيت ان انا انتمائي اكتر بعد، بالذات اللي حصل في الثوره الاولى والثانيه في مصر، حسيت انه لو انا منتمي اكتر لكلمه العداله الاجتماعيه وهفكر في الطرق اللي مستقاه من واقعنا احنا، بتهيألي ده وادور فيها هيبقى اقرب من ان انا استنسخ نموذج من ثقافة تانية واحاول ان انا يعني حضرتك أطبع. نقدر نقول ان انت تخليت عن الفكر الثوري العنيف. على حسب، لو انا الثوري العنيف ده ان انا بحارب بيه مثلا لاجل نيل الاستقلال، فلا، هبقى مع العنف طبعا، لو حد دخل ارضنا هضربه بالنار. انما مش بالضروره بقى النهارده ان انا موافق ان احنا نضرب بعض بالنار. دي لو انا كنت اتصور ان هو كانت في لحظه مثلا ان ممكن يبقى
وهكذا يعني دائما كان الواحد بيغير تفكيره في الحته دي، او خلينا نقول ايه، على منحنى الرغبه في تحقيق العدل بالقوه ان لزم الامر، العدل مش يحقق العدل بالظلم. والله انا قصدي انا اللي لفت نظري ان في كتير استاذ خالد بيبقوا ثابتين او جامدين على مبدأهم ما بيتغيروش، بس حضرتك عندك مرونه في ان انت بتغير افكارك اتمنى انها تبقى مرونه. ممكن ناس تانية تشوف ان دي ميوعه مثلا، ممكن يقول انت ازاي تغير تلون مثلا، يعني يشوفوا تلون طب ايه المواقف اللي انا عملتها عشان يمسك لي عليا تلون؟ لكن هي مرونه نقدر، هي اظن. وفي ناس تانية هتعتبر ان انا متخشب برضو، لان انا ما زلت بتكلم في حاجات يعني هي على حسب. انا بقى عندي كمان براح انه استوعب ممكن تشوفيني ازاي من غير ما اخد منك موقف وازعل منك قوي. يعني حتى لو اعتبرت ان انا متخشب او مواقفي بقت مش بالوضوح اللي محتاجاه له مثلا تشوفيه فيا، هستوعب. بس هراهن على الوقت وعلى المواقف، لانه الناس مواقف. يعني احنا بنقول حتى لما بنقول الراجل موقف، راجل بمعنى الانسان عموما، موقف يعني في المواقف. لما تلاقيني اقف ضد العدل او مع الظلم، او لما تلاقيني بقف ضد الفقراء او ضد المهمشين او ضد المظلومين او ضد الاقليات، يبقى ساعتها خد مني موقف. طيب انا هروح للشخصيه الثانيه، عابد تيمور في اللي ملوش كبير، الشخصيه اللي فيها الحده والقسوه والعنف للاكستريم بقى، الرومانسيه المفرطه والخنوع للحبيبة. تمام. يضربها وبيحبها. الشخصية دي فيها أي حاجة من خالد الصاوي؟ عابد تيمور يمكن السخرية، روح السخرية، ال طب التقلب الحاد، الجنان في الغضب. أنا الغضب بتاعي سيء سيء جدا. طيب عابد تيمور كان عنيف جدا، عنده كمان جنون الفكره الثابته، ممكن دي احيانا بيبقى عنده جنون الفكره الثابته، يعني عنده حاجه معينه عايز يوصل لها، تجيبيش ميال يمين هو مصر على دي عندي، بس مش بالانحراف لو واحده ما بتحبنيش خلاص. بس هو لا، ممكن يبقى الجذر واحد، اللي هو انا عايز حاجه معينه بغض النظر عن الظروف بتعكسني فيها ولا لا. طب عنف المرأة بقى؟ لا، عنف المرأة ده أنا ضده تحت أي ظرف، ده طبعا ضد عنف ضد المرأة، العنف ضد المرأة، عنف ضد الأطفال، عنف ضد الحيوان، ضده طبعا على طول الخط. يعني ده مش موجود خالص في الشخصية. أي غباوة من حد جامد على حد أضعف منه، أنا ده يعني المشهد ده من عدائي. لأن المشهد اللي أنت مسكت ياسمين عبد العزيز في الإزاز، خبطتها في الإزاز، أنا اتأثرت جدا. يعني طيب هو أولا أنا كمشاهدة اتأثرت جدا، يعني بجد كنت هعيط. أيوه، هو ده كان المطلوب. وأنا معرفش ياسمين استحملته إزاي. لا بس في نقطة، أنا بكره المشاهد اللي فيها قوة. إحنا في حاجة اسمها قوة ولا قوة. مفيش فن في إن أنا أمسكك أضربك، يعني إيه الفن اللي في كده؟ الفن إن أنا أعمل إني هضربك وتعملي إنك بتضربي. هنا ده الفن. انتوا الاثنين كنتوا فلازم ده يترسم مظبوط وبتاع. يعني فكره لما حد يقول انا اصل هندمج، فاقول لا، هتندمج وتديني قلم، هندمج وادي لك اربع بنيات، لانه ما دام ما فيش اي نوع من الفن فيه. احنا من كتر حلاوه احنا انا صدقت، يعني شوف انتوا وصلتونا لايه، ان ده حقيقي. عارفه كمان الشغل اكتر الفنية أكتر في موضوع المشاهد، واحد بيضرب واحد ده علي بيتضرب. لأن أنا مهما عملت وأنا بضرب، اللي بيتضرب بقى هو اللي بيعمل الشغل طبعًا كله. طبعًا. فاهم قصدي؟ فدي حاجات يا باشا، عشان الناس سألتني. فكرة بقى إن هو حد يمسك مراته ويضربها دي، أو حد أي زي ما بقول لك، حد أقوى من حد يفتري عليه، ده غير مقبول بالمره. عشان كده المشاهد دي انا بالنسبه لي بتبقى فرصه للاكتشاف. ايه النفسيه دي؟ ايه الشخصيه دي؟ يعني لما بعمل شخصيات بعيده قوي عني، بس بيبقى في حاجات مشتركه. ما هو دايما بيبقى في شخصيات عارفه، انا كنت حتى بعمل جدول كده،
ايه الحاجات المشتركه اللي بيني وبين الشخصيه وايه الحاجات المختلفه. وتقعدي تذاكري ده شويه لغايه ما الشخصيه تبدا تنور، تبدا كانك عارفه لما كان زمان يتبنى ملامح. يتبنى ملامح زي كان لما يجي المصور الفوتوغرافي يحمض وتبدا الشخصيه تبان كده بالتدريج. هو ده اللي بيحصل. معانا فيديو بيحلل لغه الجسد، فاحنا دلوقتي هيحللوا لغه جسد حضرتك. تمام. مستعد تشوف الفيديو؟ يلا بينا. خالد السوي فيه جزئين في شخصيته واضحين جدا، جزء بصري وجزء حسي. الجزء البصري بيظهر في حركه ايديه وحركه عينيه الكتيره، وهو ان هو بيشوف الصوره جوه مخه وبينقلها لما بيجي يتكلم، يعني لما بيجي يعد او يقول مثلا اولا وثانيا وثالثا لازم يعد على الاصابع. دي الشخصيه البصريه ولغه الجسد بتنعكس فيها. وفي الشخصيه الحسيه وهي ان هو دايما عامل الحركه دي، وهي الكومفورت زون بتاعته او منطقه الراحه، بيعملها كتير فبنعتبرها لازمه ما ينفعش تتحلل. الحركه دي بيبقى مرتاح فيها، ودي بتشبع الجزء الحسي فيها. خالد الصاوي رومانسي جدا، بس ساعات مش هقول بيتكبر، ساعات بيحس ان هو رومانسي بزياده فبيحاول يدخل برضه مدخل المرح، علشان ساعات هنقول الايجو بتاعه، بس هو لا يخفي الرومانسيه. مفرط التفكير، الفرط في التفكير ده بيخلي الكلمات على طول حاضرة عنده، وأفكاره متسلسلة وكل شيء ماشي بسلاسة بالنسبة له، فالموضوع بالنسبة له الكلام بسرعة ده شيء طبيعي جدا. زي ما أنا بتكلم بسرعة، أنا شخصية بصرية برضه. وجه الانتقامي خالد الصاوي بيخفيه، بيبان شوية في لغة الجسد من النظرات الثاقبة. الصفات ما بتتغيرش بزيادة الوزن، ولكن الحركات هي اللي ممكن تتغير بزيادة الوزن. الحركة هتبقى أتقل شوية، ولكن عند خالد الصاوي هيخليه يتحرك أكتر عشان يوصل الحركة الصح، فممكن تبان إنها معمول فيها مجهود أكتر شوية، إنما الحركات أو الصفات عمرها ما بتتغير من زيادة الوزن. هتختفي معظم صفاته لو هو مثلاً طالع في دور فيلن أو شرير، هتختفي معظم صفاته لأنه ممثل شاطر جداً وموهوب ويقدر يخفي. ولغة الجسد بالتدريب نقدر نداري بيها. ملامح وجهه طيبة، بس هو ينفع في الفيلن السايكو، سايكوبات، لأن هو الفلسفة بتاعته ودماغه اللي هو عارف كويس قوي هي مليانة إيه، لأنها مليانة جوانب كتير قوي، فممكن يبقى شاطر جداً في السايكيك فيلن أو الشرير السايكوباتي اللي هو الحاجات المركبة، وهو ناجح فيها جداً عامة، مش محتاج شهادة يعني إن هو يتقال إن هو ينجح في الشر السايكوباتي. إيه رأيك بقى؟ هيا هايلة. بالظبط. هايلة. هايلة فعلا يعني. طب يعني حضرتك كده بالظبط؟ أظن كده يعني، هي بتهيألي ده، ولا إيه رأيك؟ صح؟ أظن كده. في ناس تساءلت بقى إن أستاذ خالد الصاوي فين في التتر في اللي مالوش كبير؟ رد حضرتك إيه؟ ردي، أول حاجة أنا دلوقتي أنا خريج معهد السينما، أنا اتخرجت من الحقوق الأول، بس خريج معهد السينما قسم إخراج بعد الحقوق، يعني بتكلم عن الجزء اللي يخص البروفيشنال يعني بتاعنا. التترات والأفيشات والأوت دورز كل ده ملك للمنتج. يستفيد منه الممثل إنه يعرف هو بيعلى ولا بينزل، بيبعد ولا بيقرب. مفيش أي ذكاء في إن أنا أروح أتخانق مع المنتجين وأقول له حط اسمي الأول، حط اسمي أكتر. الذكاء الحقيقة في رأيي يعني إن هو أعرف أنا فين من سنتين، وأحاول السنة الجاية أبقى في مكان أفضل. إذا كان ده أفضل مكان أنا فيه دلوقتي ليأكل، بس هو ده أفضل مكان بالنسبة للسوق، مع العلم إن هما الطريقة اللي اتحط بيها هي في عرف المهنة يعني طريقة مميزة، ان هو مش عايز يكتب ضيف شرف، ومش عايز يكتب ويحط لي في ترتيب فاطلع في ترتيب بعيد. هو حضرتك كنت ضيف شرف، حضرتك دور يعني اساسي. لا في الاول ما كانش قوي الدور هيبقى طويل كده. يعني في الاول ما يعني طولوا الدور، مش طولوا، الاحداث سخنت مع بعضها والناس حبت عابد. لا خالص، ده قبل ما نبدا. ده قبل ده في في الاول يعني مع البداية حبينا بعض يعني. أنا وياسمين والعوضي وربنا يوفقهم ومصطفى فكري المخرج
وعمرو محمود ياسين ربنا ينفعهم برضو، حبينا مع بعض الشخصية والشغل والتفاعل اللي حاصل، فالشخصية كبرت، فاهمة ازاي؟ فأنا شايف إن هما ما عملوش معايا حاجة ينفع إنها تخليني مثلا أتضايق. لو أنا متضايق يبقى أتضايق من إن أنا مثلا كان في وقت من الأوقات عندي فرصة إن أنا أقدر أبقى صاحب المشروع من أوله، مقترح الفكرة اللي هنشتغل فيها، وكان عندي أوقات كده. وزي ما بقول رجعت شوية وشوية، دول جزء منه أنا مسؤول عنه، جزء السوق والمقادير، لكن ده ملوش أي علاقة بإنه يحسسني بحاجة غلط عشان ما أخرجش بره التراك. أنا جوه التراك، في إنه أكيد السنة دي أنا أفضل من السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت أفضل من إن أنا ما كنتش موجود فيها اللي قبلها. إذن أنا ماشي لقدام. الأهم بقى من ده كله، أنت في النهاية حتى لو اتحطيت 10 ترتيب مع الناس، إيه؟ دي أهم حاجة. تأثيرك فين؟ بس. طيب، يعني بس عدم وجودك على الأفيش ده من الأساس ما يزعلش؟ شيليني من على الأفيش وشوفي، يعني شيليني مش مشكلة. هتشيليني من 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 قلب الناس؟ لو شلتيني من قلب الناس بس. طيب حضرتك موجود وبشدة في قلب الناس، الحمد لله. طب تيجي تسمع معانا صوت حلو قوي النهارده؟ يا ريت. تحب تسمع معانا؟ وللأسف صوتي وحش بس بحب المزيكا. ساعتها كنت بتغني؟ ما تفكرنيش، تجربة سيئة. لا طبعا، أنا طول عمري بحب، يعني حبيت المزيكا وحبيت العود وحبيت الغنى وحبيت الشعر، بس الحقيقة إن الوحيد اللي حبيني في وسط دول هو التمثيل بصراحة. واحنا اللي كسبانين الحمد لله. الحمد لله إن هو يعني لقيته في الآخر، باخد وقت طويل على ما بعرف بس في الآخر بفهم. خلاص يلا نسمع غنى حلوة قوي. يلا.
الورد كله كسل جناين، وش معنى انت انت اللي شرد من حدتك بقى في التعامل مع اللي حواليك في وقت من الأوقات خسرتك ناس كتير في مشوار حياتك؟ الحد عموما طبعا بتخسر طبعا، لأنه الأصل في التعاملات هو المودة والرقة. بس أنا عندي مشكلة أن أنا غالبا ببقى في الأول لطيف مرة واثنين وثلاثة، أنا اللي بيخليني أطلع مرة واحدة حاجة من الاثنين، ويخليني ابقى حاد قوي حاجه من الاثنين، اما ان انا حسيت انه عملت محاولات كتير قوي في الظرف والجنتله والذوق والبتاع مش جايبه اي نتيجه، او ان انا فهمت غلط ان اللي قدامي بيغلط فيا. طب خسرت مين من الفنانين؟ لا ما خسرتش ولا حد من الفنانين، كل الفنانين اصحابي، هم اساليهم كلهم. انا ما حصلش بيني وبين اي فنان قدام الكاميرا او ورا الكاميرا مشكله، الوحيدين اللي حصل معاهم هم ثلاث او اربع منتجين في وسط 40 منتج اشتغلت معاهم يعني، بس ومنتجين كانوا عاملين مشاكل مع ناس ثانيه مش معانا بس. بس انا ما بسكتش وما بحسبهاش الحسبه يعني، انا في الاول وفي الاخر الارزاق على الله، ومش هاخد روحك الا اللي باريها، ومش هتلوي دراعي علشان انت نصاب او عشان انت اللي ماشي غلط. طب بص على الخبر ده، نصب واضطهاد وغسيل اموال، كلاكيت رابع منتج مع خالد الصاوي. هم اربعه فعلا يعني؟ لو عديتهم ممكن يبقوا اربعه. اربعه تقريبا. طب استاذ خالد مش ممكن يكون فيهم واحد مثلا اتعثر؟ يعني وارد ان ممكن منتج يكون اتعثر ماديا تصبر عليه شويه. طب ما هو في ناس تانية بقى اتعثرت وصبرت عليهم وبقينا اصحاب. ولا انا اللي هفضل اصبر على كل الناس يعني؟ مفيش غيري ولا ايه؟ يعني وبعدين وبعدين انا صبرت على ده وده وده، هل الضرايب هتصبر عليا؟ هل الاقساط هتصبر عليا؟ يعني انا عليا التزامات ولازم ان انا اوفيها. وبعدين في ناس يعني بتتربط او بتتمسك في راجل بيتمسك من كلمته، وراجل بيتمسك من الفانيلا بصراحه يعني. بس خلاص. طيب بمناسبه بقى المنتجين، هم اللي صابوك بالاكتئاب عشان كده زاد وزنك؟ لا لا ولا انت قلت كده. منهم يصيبني بالاكتئاب؟ انت قلت كده. انا اللي يصيبني بالاكتئاب ان انا لو انت قلت كده. اكتر حد ممكن ياذيني انا، مش التركيبات دي يعني، دي حاجات منغصات بتضايقني، بس ردود افعالي انا احيانا اللي بتعمل غلط اكبر. يعني احيانا بدل ما اعالج الموقف صح بعالجه بطريقه عصبيه جدا في وقت ما احسبش حسابات مش حسابات اللي هيحصل بكره والبتاع، لا حسابات القوه وايه الاسلحه اللي في ايدي وايه الكروت اللي في ايدي. خلينا نقول انا اكتر حد اذاني، وانا اكتر حد فادني، انا اكتر حد وقف معايا، وانا اكتر حد ممكن يشنكلني. الحاجات التانية دي كلها والتركيب والشخصيات الكاركترات التانية دي كلها معدية. طب انت ممكن تأذي نفسك ازاي؟ ممكن أأذي نفسي لو كلت غلط، لو شربت غلط، لو ما التزمتش، لو غضبت في أوقات مش تمام، لو غلطت في ناس بعد كده كان عليا ان انا اعتذر لهم،
حصل قبل كده اعتذرت لحد؟ طبعا طبعا، انا ده شيء اساسي ومقدس بالنسبه لي. اللي بيغلط يعتذر، عشان كده اللي بيغلط فيها ما بيعتذرش، بعتبر ان هو قصده يصعدها فبديه في دماغه بقى. بعتبره بيهني، لان انا بطلع ده انا بشرح نفسي قدام الانترنت، قدام الناس كلها على النت، وبقول انا كنت غلطان وموقفي كان موقف حيوان وعيب جدا ان انا عملت كذا وبتاع. طب انت مش عايز تقول لي انا سوري؟ ليه؟ بتكبر بقى الدنونه، بتكبر يعني البارانويا تزيد بقى. انت ايه بقى، انت مش عاجبك انا يعني مثلا، ولا انت شايف نفسك، ولا انت فاكر انك مسنود مثلا، فانا وراك بقى انت واللي وراك لغايه ما اخد حقي بس. في فتره من الفترات مثلا كده عشت نمط حياه منفلت، وبعد الجواز خلاص التزمت وبطلت سهر وبطلت علاقات وبطلت وبطلت بطلت اي حاجه تبقى عكس الالتزام الجديد طبعا. لانه التزام مش كلام عيال يعني، يعني انت اتجوزت يعني بعد ما اتجوز مثلا هلعب بديلي، يعني شايف انها تبقى حقيره قوي يعني. يعني بصراحه انا ما بحترمش اللي يعمل كده بامانه، يمكن كمان عشان انا اتجوزت وانا كبير بعد ما خدت حظ من العبث والبتاع كتير، وبقيت قرفان منه ومش عايز اعيد الايام دي تاني خالص. ولان حسيت ان ربنا محوش لي زي ما حوش لي في مهنتي وفي نجاحي وفي شهرتي وبتاع، حوش لي كمان مراتي وهي يعني ما تسالش خالص ان اعمل كده، وانا مش عايز اعمل كده اصلا يعني خلاص. انا جيت في هي جت في الوقت المناسب قوي والحمد لله كده. اي حاجه بقى بعد كده لو حصل ما بقتش العلاقه مثاليه، لازم ابص على الاخطاء اللي انا عملتها. مش اروح ادور. طب يعني الجواز بالنسبه لك كانت حاجه حلوه، تاديب وتهذيب واصلاح. هو شر لابد منه. بس مفيش داعي نقول الكلام ده للمدام. لا هو بص حضرتك، انا جربت انماط حياه مختلفه، بالتاكيد هو ده انضف نمط، وبالتاكيد هو ده النمط المنطقي اللي هتعرف تشتغل وتحب وتطور حتى علاقتك بالست فيه. لانه انت يعني تقعد تحب واحده 10 سنين اكيد حاجه مختلفه خالص على انك تحب 10 في سنه. اكيد طبعا. طيب بما انك قلت لي احلى حاجه دلوقتي النمط اللي هو في فتره الجواز، لو قلت لك اسوء نمط، بس سمعت ان اللي احلى منه كمان بعد كده. انا سمعت منه بس خلاص، خلينا في الحته اللي هي الوسط دي. طيب لازم اسالك بقى، طب اسوء نمط عشته في حياتك؟ الفوضوي البوهيمي في الحياه الاجتماعيه يعني. طب مفيش التزامات، مفيش قيود. دي كانت امتى يا استاذ خالد؟ يعني من سن 14 لسن 44 مثلا. لا لا يعني انا عندي دايما الميول والميول العكسيه، عندي الميل للالتزام وعندي الميل للانفلات، عندي الميل للرومانسيه وعندي الميل للازمه العشوائيه، يعني ده موجود. الانسان هو مش ده ولا ده، هو الانسان هو في النص بين الاثنين، المفروض يعرف يسيطر وياخد القسط اللي هو المناسب ليه. ما كنتش تعرف تسيطر؟ لا مش عايز كنت اسيطر، ما كنتش عايز. اه طبعا، اه ده موضوع تاني خالص. بس كان بيبقى عندي اوقات عايز التزم فيها وبحاول التزم فيها، بس ما مش جايه على مزاجي. وانا انسان مزاجي يعني. يعني يعني حضرتك برج ايه؟ القوس. قوس، قوس ابن قوس كمان. اه والله. طيب معايا فيديو عايزه حضرتك تبص عليه. يلا بينا. اتفضل. انا في عنق زجاجه بشكل عام، عنق زجاجه وجودي، يعني حسيت ان انا مش يعني انا هتم 57، لا انا نفسي ابقى بتم 47 مثلا، فعايز انزل 10 سنين، انزلهم ازاي؟ من انا اخد بالي، اخس، العب رياضه تاني، ارجع انتظم فيها، روحي نفسها تبقى متفائله، ابطل العصبيه على قد ما اقدر او اسيطر عليها، اصلح علاقاتي، انعش علاقاتي باصدقائي. وابتديت ده بالاعتذار الاول للناس اللي انا ضايقتها على الانترنت لاي سبب من الاسباب، عشان غبي مش ما كانش مطلوب، واعتذرت للصحافه وللاعلام على اي بواخه او غلاسه ممكن تبقى حصلت من غير ما اقصد.
اعتذرت لاصحابي ان انا كنت بعيد عنهم، اعتذرت لمراتي ان هو شغلي خد جه عليها فتره، فبدات بده مش اعتذارات بر وعتب يعني، لا انا يعني بقول اسف، انا بقولها اسف فعلا وبحاول ان انا اصلح واعوض عن اللي فات. فانا كمان حسيت ان انا لازم اعتذر لنفسي عشان اعتذر لفني مش ليه، انا اعتذر لموهبتي مش ليه، واعتذر لجهدي مش للنجوميه مش لادوار البطوله، لا اعتذر انه حته الفن اللي جواك، التمثيل هو اللي انقذني في حياتي من 100,000 حاجه، انقذني من الجنون من الانتحار من الادمان، من الفن كان هو دايما اللي بينقذني من اي بلوى. ده من 6 شهور انا حاليا احسن من اللي كنته ده، بس ده كان احسن من اللي قبله بصراحه. فيبقى انا ماشي كده لقدام، يعني في تحسن تدريجي يعني اظن كده. طب الفن انقذك من الجنون والانتحار الجنون والانتحار والادمان وكل العبس؟ كل العبس. ادمنت ايه فتره؟ انت تعرفي الجدول كله؟ يعني مش هفاخر بمعصيه او بغلط ومش هجاهر بجريمه اكيد يعني، انما بس عشان الناس تاخد بالها من الخطر. نقدر نقول ده عشان الناس تاخد بالها من الخطر؟ لا تاخد بالها، اللي عايز اقوله ان هقوله عشان نختصر الموضوع عشان ما اقولش النصايح. بعد ما لفيت ودورت اتجوزت ومبسوط، وبعد ما لفيت ودورت رجعت تاني اظبط الاكلي وشربي والعب رياضه بس خلاص. انت بقى لازم تبقى فاهم اي حاجه عن غير ده هتوديك في ابو جلمبو بس. عايز تجرب ومش تجرب اسمع مني، ما تجربش النيله، اسف يعني اكسكيوز ماي فرنش، ما تجربش البلاوي. عايز تجرب اتفرج على اللي جربه الاول، لو عجبك يبقى جرب يا حلو. ما تجربش في حاجات ما تعملهاش، هتخسر يعني حتى بكل الحسابات، هتخسر نفسك، هتخسر صحتك، هتخسر فلوسك، هتخسر فرصك، هتخسر الناس اللي حواليك، هتخسر ثقتك في نفسك، كل الحاجات دي، كل حاجة. لو انت مش قوي قوي وتعرف ترجع هتبقى في خطر داهم. مش عارفك بقى انت قوي قوي ولا انا نص نص، فبلاش من الاول، يبقى تبقى اقوى بقى مننا كلنا وما تبدأش فيها، وبلاش من الاول. صح كده. طيب معانا الدكتور، معانا الدكتور محمد المهدي. خفيفه كده. معانا الدكتور محمد المهدي، عايزه حضرتك تبص على الفيديو. اتفضلي. يعني في الفيل الأزرق هو ما كانش مريض بمعنى المريض النفسي التقليدي المعروف لينا اللي احنا بنشوفه في المستشفيات وفي العيادات بتاعتنا. الدور كان فيه جزء فانتازيا على دراما على جو موجود في المستشفى، فبالتالي هذا الخلط خلى خالد الصاوي ما بيبقاش بيأدي دور المريض النفسي، ونطلب منه ان هو يأديه كما هو معروف لدينا كأطباء نفسيين. هو الأداء كان أداء عبقري جدا وأداء رائع جدا، لأنه خالد الصاوي كان بيعمل نقلات سريعة ومفاجأة من مستوى لمستوى آخر. الفكرة كانت في الفيل الأزرق إنه فيه عالم موازي بيعيشه البني آدم اللي هو عاشه، واللي يحيى راشد بطل الفيلم الآخر عاشه. يعني شخصية الطبيب النفسي اللي أداها في كده رضا ما كانتش موافقة قوي لشخصية الطبيب النفسي وأداء الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيبقى شخص عادي جداً وقاعد في غرفة كشف عادية جداً أو في مستشفى، في سلوكياته كطبيب نفسي حاجات تصرفات سايكوباتية. طبعاً إحنا كأطباء نفسيين ما كناش سعداء بالدور ده، لأنه الدور ده كان بيشوه دور الطبيب النفسي. هي دي لعبته الحقيقة، الأدوار المركبة والأدوار المعقدة. ربما يبدو مضطرباً، ربما يبدو مريضاً، هو كان بيغلب على دوره في المسلسل ملوش كبير فكرة السادية. هو بيبدو في هذه المرحلة أو في هذا المسلسل يعني كبير السن، فبالتالي كان محتاج إن هو يستخدم العدوان المعنوي والعدوان السلبي، وده بعد آخر في العدوان وهو السادي، وده بيستمتع
بإيذاء الآخرين ويستمتع بألم الآخرين، فيتزوج فتاة أصغر منه سناً بكثير ويتحكم فيها، وبعدين لما يبدأ يدخل في الصراع وياه واحد زي الخديوي وأصغر منه سناً، فإزاي يقدر يستخدم عقله ويستخدم إمكانياته وملكاته في إن هو يدخل في هذا الصراع ويحاول إن هو ينتصر على من هم أصغر منه سناً وأكثر منه قوة وحيوية. تمام. ايه رأي بقى حضرتك في تحليل دكتور محمد؟ طبعا كلام هايل، بس عايز اقول للدكتور انه الشخصيه عند حضرتك حق طبعا، اذا كان المقصود ان احنا نقدم شخصيه طبيب نفسي في كده رضا فيبقى عندك حق 100%، بس انا كان نفسي ناخد بالنا ان هو نصاب. الدكتور نفسي اللي انا بعمله هو واحد من النصابين في الفيلد، في فنان نصاب، في دكتور نفسي نصاب، في عالم نصاب. لو عندي الفرصة وفيلم كوميدي كمان، لكن لو عندي الفرصة ان انا اقدم دكتور نفسي في عمل مش كوميدي، مش انا ما فيش انحراف او شذوذ في شخصيتي ومش نصاب ولا بتاع، هأديه بنفس الالتزام تجاه الشخصية مهنيا زي ما حصل وقدمت مثلا دور الدكتور خاتم في خاتم سليمان، دور الدكتور سليمان العريني، اللي هو انا رحت عشان خاطر الشخصيه دي، حضرت عمليات قلب مفتوح وسالت في الادوار اللي بتبقى فيها جديه والتزام مهني بحاول اعمل ده على قد ما بقدر، انما الادوار اللي بيبقى فيها شخصيه مش طبيعيه او او او, أو مجرمه بشكل او باخر وكمان فيها جانب مرح، هي دي اللي بقول لسه بس فيها حضرتك كده رضا، فيها كوميدي فلازم يبقى فيه قدر من المبالغه بالظبط. لكن انا بحترم كل المهن المشروعه كلها من اصغرها لاكبرها، ودايما بقول لاي حد فهمني غلط وانا مش بحاول، بقول ده علشان يعني بحب كل الناس بحب كل لا انا بتكلم من قلبي، اي حد يفهم ان انا ضد في شغل عملته، ضد مهنة أو ضد طبقة أو ضد جماعة من الناس أو جنس معين أو مش عارف إيه أو لا، يبقى يا إما هو فهم غلط يا إما أنا عملت حاجة غلط في الشغل ما خدتش بالي منها وعليا إن أنا أراجعها، لأن دي مش ميولي ومش خالد خالص يعني. طب تعالى نسمع أغنية مع بعض. يلا بينا. ليه بيقولوا الحب
عم لاقيه الغربة فيه. طمنوني لسمراني عم لاقيه الغربة فيه. وسواح وانا ماشي ليالي، سواح بالغربة يا غالي، سواح بالغربة يا غالي، سواح ايه اللي جراني، سواح وانا ماشي ليالي، وانا داري بحالي، سواح بالغربة يا غالي، سواح ايه اللي جراني. هاجي بقى ليحيى التيجاني في فيلم الضيف. الدور ده بيثير جدل لحد دلوقتي، والناس شافته قريب كانت كأنها بتشوفه لأول مرة. خلق نقاش تاني، أنت مدى تطابق أفكارك مع أفكار الشخصية؟ أنا راديكال، يعني بؤمن بالأفكار بالتغيير الجذري الجذرية الثورية شئتي، بس يعني مش بمعنى اكيد اللي فيه خراب، لكن في اللي معنى اللي فيه اقطع عرق وسيح دمه، بمعنى بس سيح دمه برضه فيها يعني بميل للافكار الراديكاليه. المشكله دي قدامنا نحلها ازاي؟ تحلها من جذورها. تحلها من جذورها. دكتور يحيى راجل ليبرالي افادم التطرف الديني، بس دكتور يحيى نوع تاني، يعني راجل ليبرالي، راجل اصلاحي، راجل ممكن يتقبل وجهات نظر مختلفه، عنده مشكله معينه مع انا اتقبل وجهات النظر المختلفه، بس في حاجات انا بالنسبه لي ما زي ما قلت العداله الاجتماعيه مثلا هتجيبها شمال تجيبها مش عارف اتناقش معاك كتير. حريات الناس اللي هتيجي برضه في حته العدل، يعني حريه معتقد، حريه يعني بشكل عام انا اظن ان انا راديكال وهو درجه تانية مختلفه عني. ليبرالي مثلا من ناحيه، هقول لك على سبيل المثال عشان نيجي هو مثلا يشوف انه التقدم مرهون بان الست تلبس حجاب او ما تلبسش حجاب، وانه صحيح هي حره بس انه يخوض ويخش في مناقشات ومتاهات حوالين الحجاب مثلا. بينما انا بالنسبه لي ببص على الواقع الاجتماعي اللي طالع منه ده الاول، وشايف انك انت قبل ما تتكلم مع الست في حجاب ومش حجاب ما تشوف الاول هي ايه المشاكل اللي هي بتمر بيها. يعني نقدر نقول ان حضرتك بتبص للحل الاجتماعي مش تنويري. بالظبط، ببص للحل الاجتماعي اكتر واقعيه يكون يراعي فيه الست اللي خارجه من بيتها دي وهتعدي مزلقان وعيال صايع هتوقفها وعيال مش هتقرفها، هو ده اللي يدينا هنيجي نقول لها روحي اعملي استشوار مثلا واعملي. عشان كده حضرتك هاجمت دعوات خلع الحجاب على الفيس؟ طبعا، لانه ده مش واقعك ومش بتاعك. انا في حاجتين تطرفين وقلت اكتر من مره
انا مش بتوعنا, مش مصر, ومش العصر بتاعنا, ومش مصر. لا نقاب ولا هوت شورت في المدينه, يعني عايز يعني وسطيه, يبقى دول الاثنين مش بتوعنا. انت احنا مش دنماركيين ومش افغان وباكستانيين برضو, ده رايي. طيب احنا عندنا شويه صور بقى, ما ينفعش بقى كمان سوري عشان في الحته دي. الست بالنسبه لي مش معزه, ما تقولهاش البسي وما تلبسيش, دي نقطه مهمه. الحتتين دول اتفقنا عليهم عشان ده وضع اجتماعي, وهي هتفكر يعني هنعرف نوزنها مع بعض, لان الست دي مش حاجه والراجل ده حاجه. ده يعني انت عمرك ما جيت قلت للست ومراتك تخصك. وبنتك عمرك ما جيت قلت للست تخصك البسي ده وما تلبسيش ده ابدا؟ لا, طول عمري بعمل كده. الوحيده اللي ما اضطرتش اعمل معاها كده هي مراتي. الوحيده اللي هي فاهمه كويس قوي انا ايه دماغي, وفاهمه كويس قوي انا عايز ايه, لكن هي كمان عايزه كده بالظبط. يمكن في حد تاني او بتاع, يعني بحكم العقل يعني مره او مرتين اللي قابلتهم في حياتي كلها, لكن عاده كنت بتدخل لما الاقي حق, لان مصري, انا مصري مش دنماركي. مش ما اعرفش الدنماركي دلوقتي هيرفعوا عليا قضيه. لا يعني قصدي مش اسكندنافي عشان نضيعها, مش اوروبي, ومش كمان شرقي, نقدر نقول خلاص شرقي مصري. شرقي مصري عشان ابقى واضح, انا مصري. فاللي هيبقى على ذوقي المصري اللي بيراعي ان هي لكل مصري عقلاني, رايحين بالليل نسهر في مكان ينفع, هتلبس سواريه ما عنديش مشكله, وهتلبس كم مش عارف ايه تمام. انما لو هننزل بولد السيده يبقى لازم تحط طرحه, ولازم مش عارف ايه, ده منطقي يعني. مش عايزه ذكاء. طيب تيجي نبص على مجموعه من الصور ونشوف كده مفكرك بايه, شويه ذكريات وتعلق عليها. يلا اول صوره معانا. طيب دي مسرحيه الغفير, تاليف واخراج العبد لله, وكنت بمثل فيها مع خالد صالح الله يرحمه. ومحمد هنيدي في اخر الصوره هناك, لو الصوره مش باينه قوي هناك. محمد هنيدي وخالد صالح, كان بطل المسرحيه في الاساسي كان خالد, وانا وهنيدي كنا بنعمل شخصيات المضاده ليه والمعاونه ليه. عمر نجم الله يرحمه, الناقد, ويعني ناخد من اهم نقاد جيلنا احنا, والله يرحمه, وزميلنا دكتور خالد الشرباجي, ده على الشمال خالص. العرض ده كان سنه 84, ومثلنا فمثلنا العرض ده على مسرح الجامعه, ودخلنا اكتر من مهرجان, وخدنا جوائز في الجامعات وقت المسرح. خد خالد الممثل الاول, وخدت انا الممثل الثاني, وخدنا عرض اول, فله ذكريات عظيمه معاه الله يرحمه. طب انا لاحظت ان في اعمال كتير جمعت بين حضرتك وبين الاستاذ خالد صالح الله يرحمه في المسرح, في الفتره اللي هي للاسف سينما ومسلسلات. وعماره يعقوبيان اشتغلنا. فاكر لما قلت لك ان هو في احيانا بنبقى نفسنا نشتغل مع بعض, ما اشتغلناش قدام الكاميرا انا وخالد, حتى الاعمال اللي كنا فيها في الحرامي المصري, بطوله الله يرحمه طبعا الاستاذ الكبير محمود عبد العزيز, احنا كنا الاثنين في العمل بس ما تقابلناش. وفي عمارة يعقوبيان احنا الاثنين كنا في العمل وما تقابلناش. طب الحرامي والعبيط تقابلته؟ بس هو الوحيد. طيب ليه ما اشتغلتش مع هنيدي؟ ما جاتش فرصه تكمل. يعني في مرتين قبل كده كلمته قبل كده اتكلمنا, وكان واتعرض عليا من خلال منتج واكتر شغل كنا يجمعنا ببعض, بس ما كملتش, يعني ما توافقناش بس مش اكتر. يعني احنا مثلا ملاحظين ان انت بتشتغل كتير قوي مع النجم احمد حلمي, بس ما اشتغلتش مع هنيدي خالص. يا ريت انا يعني كمان هنيدي, انا بالذات الشغل اللي عمله يعني في عنده حاجات مش مؤخرا, بس يعني عنده نقله كده, اللي عمل مثلا تيتا رهيبه و و و و ورمضان مبروك و ارض النفاق. دول مثلا عاملين, انا شايف ان هم نقله جامده قوي, واظن ان هو في واحد من الحاجات دي ممكن نلتقي, هيبقى حاجه. لا احنا مستنيينكم مع بعض. يا ريت هتبقى اكيد حاجه تكسر الدنيا. اكيد يا ريت, يعني هو فعلا انا نفسي اشتغل معاه. حلمي حبيبي, يعني احنا اشتغلنا مع بعض كتير, ولو في عمل تاني يجمعنا هبقى مبسوط. ومع احمد حلمي انا ما عنديش مشكله على فكره خالص,
بس احيانا بتبقى مغريه بالنسبه لي اشتغل مع حلمي حتى لو دور مش كبير بس يبقى فيه جزء. ما انت فيلمه الاخير ما كانش دورك كبير. لا كان دور صغير بس حاسس ان هو كان ما بتفرقش معاك يا استاذ خالد، انت ما بتفرقش معاك الحاجات دي، المهم التاثير مش لازم حد. هقولها لك على بلاطه، بص مش في جواز صالونات وفي جواز بالقلب، انا بالنسبه لي بختار بالقلب مش بحسابات الصالونات بصراحه. اللي بيعجبني بعمله، اللي ما بيعجبنيش ما بعملوش. ايا كان بقى، صغير كبير مش مهم. طيب الصورة الثانية، ممدوح مداح الله يرحمه ويحسن اليه، واحد من اعز اصدقائي واحنا اصحاب من نفس الوقت، احنا كلنا كنا جيل واحد في نعرف بعض، الناس دي نعرف بعض من سنة 1980 81 82 في الحدود دي لغاية ما توفاهم الله مؤخرا. ممدوح واحد من احسن الفنانين اللي شبه الفنانين الشعبيين القدام، يعني هو 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 استفاد بيمثل وبيغني وذكي جدا وبيعرف يعمل كوميدي كويس وبيعرف يعمل اللقطات الشعبيه الاصيله. هو من الضرب الاحمر، مشبع بالثقافه الشعبيه، مجنون بأم كلثوم، حافظ الراديو كله حتى المسلسلات اللي هي كانت الاذاعيه، فشخصيه ما تعوضش بصراحه. مين من عينه الفنان ممدوح مداح الله يرحمه طبعا ما خدش فرصته من وجهه نظرك؟ لا يعني احنا كنا جيلنا الحمد لله طلع تباعا ورا بعضه، انما حد مننا مثلا كان، لا كان في ناس بس ظروفها خدتها بعيد عن الـ 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 المهنه والسوق، وبالتالي احنا خسرناهم يعني في ناس بس يعني مش عايز اذكرهم قوي عشان هم مش عايز اذكرهم مش بالاسم، مش عايز اضايقهم، بس هم يعني هم اوريدي انا وهم متضايقين ان هو ما جاتلهمش الفرصه، وده بياكد انه يعني برضو ساعات يعني برضو ده الواحد بيضايق من نفسه اكتر، ان هو في الوقت اللي انا جاتلي الفرص فيه كان علينا نستغلها كويس، كان في ناس تانية ما بتجيلهاش الفرص ومع ذلك كانت تستحقها. طب لما جالك الفرصة وان انت حضرتك في اعمالك ما ليه ما بتقدمهمش؟ ليه ما بتطرحش اسمائهم مثلا؟ انا عندي بقى شوية، فاكرة لما كلمتك في الافيش وقلت لك انا مش بتاعي خالص في الترشيحات، سئلت برشح، ما سئلتش ما برشحش، لانه انا ما بحبش الشلالية قوي في الشغل، يعني لازم افتكرك بشغلك، اقدر طبعا عملت كده اكيد يعني، بس ما بزنش فيها يعني، فاهماني؟ لانه بس على الاقل بتقترح، ممكن تقترح حتى طبعاً. لو ما حتى لو ما سئلتش بس دلوقتي مش بعمل كده قوي، لانه ساعات بتتحسب عليك يعني مش يعني مش عايز كأنك بتجامل، يعني كأنك بتجامل، كأنك مش عارف ايه، مش عايز ارشح واحده ست وتعمل لي مشكله بعد كده. بس حضرتك مش عايز ارشح واحده صغيره فتقول لك بعد كده كان بيحبني، ومش عايز ارشح واحد ويقول لك ده اصله خال عمتي، وواحد وتقول لي اصل ده اتجوز مامتي، مش عايز الحاجات دي خالص. لا بس انا بتكلم على النجوم. ايه بس ما بتقولش بس انا بتكلم على الفنانين اللي يستحقوا، اللي حضرتك بتقول هم اللي بيستحقوا برشحه طبعا، لانه اساسا بس هقول لك على حاجه كمان، بقيت مؤخرا بشتغل مع مخرجين كويسين كلهم الحمد لله، وربنا نجاني من يعني مخرجين النص اللي انت بتحاول تكمل معاهم الرؤيه، ما فيش كلام، ده كلام فارغ، يعني تشتغل مع مخرج كويس يا تلبس في الحيطه ويبقى التمثيل مسؤول كله ممثل، ودي نظريه مش تمام. فانا بقالي كذا سنه ما بتفرجش على المونيتور، ما بتابعش حد في شغله، ده اختصاصك وده شغلك، انت تشيل الشيله يا معلم على بعضها باقتراحاتك بقى بتاع ساعات، بس اعمل فيتو فظيع يعني، لو حسيت ان انت مش جايب الممثله دي عشان هي انسب واحد انت بتحبها يا الظاهر ولا حاجه، هنا اعمل فيتو بقى. يعني ما بحبش بقى الحاجات دي في الشغل، بحبها بره. انا حتى ايام العبس ما كنتش بدخل الشغل في العبس. طيب يلا الصوره الثالثه. يلا في فيديو بقى المره دي.
فيديو. خالد الصاوي هو كائن مسرحي بامتياز، ادى المسرح كتير قوي، والمسرح هو اللي كون خالد. المسرح بالنسبه له هو اللي بنى خالد الصاوي. اشتغل بقى فيه هو ممثل، مؤلف، مخرج، شاعر، ملحن، يعني فنان شامل. خالد كون فرقة الحركة المسرحية الحرة. خالد هو رئيس الفريق ومؤسسه، كان بيألف العروض وبيخرجها، وكان بيمثل، بيعمل بطولات العروض ديت في فرقة الحركة. عمل عدد كبير جدا من العروض المسرحية المهمة جدا اللي أثقلت موهبة ورحلة خالد الصاوي كممثل. كمان كمخرج قدمنا عروض مهمة جدا، عملنا تيار اسمه تيار المسرح الحر أو مسرح مستقل. الصاوي واحد من أهم من صنعوا هذا التيار وكافحوا عشان يبقى موجود مسرح مختلف. أغلب الفنانين دلوقتي اللي موجودين على الساحة كان من المسرح الحر أو المستقل. كمان راح للإخراج السينمائي أو الإخراج التلفزيوني في الفيلم الروائي القصير. من هنا بدأ خالد يبقى موجود كمخرج وموجود كممثل ويبقى مطروح على الساحة، ثم أصبح هذا النجم الكبير والممثل اللي له بصمة وله شخصية مميزة جداً. أثقلها تيار المسرح الحر، أثقلها قراءات خالد الصاوي. نقدر نقول إن ده ممثل مثقف وواعي بهموم ومشاكل مجتمعه. يعني العلاقة بخالد صالح اللي هو العشق بقى والفن والجدعنة والصداقة، الجمال كله في خالد صالح رحمه الله. الصاوي كان أكثرنا اقتراباً من صالح الوقت طويل قوي. كمان مرحلة النجومية كانوا الاثنين قريبين جدا من بعض. خالد الصاوي مختلف تماما عن خالد صالح. خالد الصاوي شخص كان عصبي لوقت طويل قوي، الوقت اللي خالد صالح مش عصبي خالص. هو خالد الصاوي لا يتغير، ثقافته، ادارته لحياته، ادارته لمهنته، علاقته بزمايله، علاقته باصدقائه، علاقته بالناس، في ثقه في النفس، في رؤية، في وعي. الصاوي زي ما دخلنا الحقوق مع بعض، زي ما هو دلوقتي في القاهرة كابول، خالد لم يتغير. ايه رأيك في الكلام ده؟ حبيبي يا جناري سيد فؤاد السيناريست وشريكي في إدارة فرقة الحركة لسنوات طويلة، وشال معايا أعباء رهيبة يعني. ومؤخرا كمان عنده مشروع مهم جدا، هو مشروع رئيس هو مهرجان الأقصر. ده بالإضافة لشغله كإعلامي في التلفزيون في قطاع النيل للقنوات المتخصصة اللي كلنا بننتمي له، زي ما بننتمي للهناجر مسرحيا بننتمي له تلفزيونيا. فهو يعني عايز أقول شهادته مجروحة، بس هو الجانب الموضوعي اللي فيه غالب على كلامه رغم المحبة الشديدة اللي بيننا والتاريخ. وهني يعني على أنه بيعرف يصيغ الأفكار بطريقة فيها موضوعية، يعني لا فيها مجاملات ولا فيها كلام جريد مثلاً أو بتاع. طيب معنا فيديو تاني، تفضل. الخلاق الغير متوقع خالد الصاوي. خالد شخصية متلونة جداً وفنان متنوع جداً، جوكر، يقدر يلعب أدوار كتيرة قوي قوي. من الممثلين اللي موهوبين جداً عندهم قدرة على الخلق. هو خلاق جداً، عنده قدرة على استغلال الفضاء الفراغ اللي حواليه ويخترع أداء من كل المحيط اللي هو بيبقى حواليه. التمثيل من غير عافية، التمثيل من غير لوي دراع، التمثيل اللي هو جاي عن فهم وعمق كبير جداً، هو ده خالد الصاوي في رأيي. من الحاجات اللي دايماً بطلب من خالد إن هو يقلل منها حاجتين: الأكل الخطأ والعصبية المفرطة أو الحماس الزائد. وأكتر من دور لعبهم خالد الصاوي في زواجي من سالم، الصداقة اللي نشأت بينه وبين زوجي وقعت في مصلحتي بمعنى كبير. بيتفقوا عليا بشكل فيه خفة دم لكن مش بشكل فيه شر يعني. المهم نحسب تأثير خالد الصاوي في الجمهور في أي عمل يرتبط اسمه باسم خالد الصاوي. شفت مسلسل القاهرة كابون، شايفة إنه عامل دور هايل هو ومجموعة العمل كلها، وكأن هذا العمل اختار أصحابه، اختار ممثليه أو كتب لهم خصيصاً، لأنه اختار كوكبة من أهم ممثلين مصر وجمعهم مع بعض في عمل جاد مهم هادف. أحب أقول لخالد لو سمحت خلص قراية الفيلم اللي عندنا يا خالد اللي عايزين نعمله مع بعض. ده
بشرى الجميلة. بشرى حبيبتي أختي الصغيرة وفي فضل كبير من 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 والدها الله يرحمه دكتور أحمد عبد الله طبعا، ده من أعلام حركة السبعينات كلنا اتعلمنا منه سياسي. طبعا مفكر سياسي وراجل ومؤرخ لحركة الطلبة في السبعينات وناشط اجتماعي طبعا، وده أهم من السياسي، وأنشأ حاجة في عين الصيرة مش ممكن تزول أبدا، كيان ثقافي واجتماعي. أما كبشرة بقى فهي يعني غير محبتنا كأشخاص هي موهوبة جدا، وأنا رأيي إنها يعني ما جاتش الظروف والفرصة إنها تطلع يمكن نص موهبتها لغاية دلوقتي، بس ده هيحصل إن شاء الله قدام، يمكن لأنها ظروف حياتها بدأت بتهيألي تخدم أكتر طموحها ده، وعندها حق في كل اللي قالته وحاضر حاضر الشغل. طب قولي بتشوف بشرة مختلفة عن والدها ولا فيها كتير من بشرة شخصية يعني فيها كل الروافد اللي فيها، يعني تقعدي مع مامتها فتلاقي فيها من مامتها، تقعدي لو معرفتك بوالدها الله يرحمه هتلاقي فيها طبعا الغرس موجود، بس البصمه الشخصيه بتاعتها موجوده وبقوه، بقوه جدا كمان ومميزه بشرى جدا. طيب في فيديو كمان. تمام يلا. خالد الصاوي هو ممثلي المفضل، لما بقعد اتفرج على حاجته عشان اتعلم حتى هو بيعمل ده ازاي، صعب ان انت تتعلم بيعمل ده ازاي. هو من الممثلين القليلين قوي اللي بيجمعوا بين مدرستين، انه بيعمل اللي هو حاسه وعنده حرفيه عاليه جدا، وده مش موجود في ممثلين كتير، يعني فعلا كلام مش مبالغ فيه. خالد الصاوي لو بينطق لغه ثانيه مكانه ممكن يبقى في هوليوود عادي، هو الاقوى يعني هو ناجح في كل انواع الكوميديا كده. رضا كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاه، حتى انا كنت مؤلف ساعتها، ما كنت ممثلتش في الفيلم، رغم ان انا عارف حدوته الفيلم وكاتب الفيلم، انا كنت بموت ضحك على اللي خالد بيعمله في الفيلم. بنتكلم كتير وباخد رايه في حاجات كتير، اتمنى له الفتره الجايه اعمال اكتر وحاجات اكتر. كل يوم تقريبا او كل يومين بيبعت فويس نوت، يا ابني انت فين يا ابني، وانا بصحى اكلمه وهو ما بيردش، يعني هو خالد بيبعت الفويس نوت وينسى اصلا ان هو كلمني. لكن من اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي ومن اكتر الناس اللي بتشرف ان احنا اصدقاء، يعني هو لا فنان مفتعل خالص ولا بني ادم مفتعل، هو على الله كده بيعمل اللي هو حاسه. هو وحشني بس جدا، وبقول له كل سنه طيب، ودايما متالق ودايما بنتعلم منك. يعني بتصحى تبعت له فويس نوت وما تردش على التليفون؟ حبيبي يا فهمي طبعا انا مبسوط جدا جدا. احمد فهمي واحد من اذكى واكثر موهبه، يعني واحد من الفنانين الشباب الاذكى والاكثر موهبه فعلا، وموهبته مترامية يعني وغزيرة. وأنا مبسوط إن إحنا كمان بقينا أصدقاء، لأنه عرفنا يعني ما تحسيش إن في فرق أجيال بيننا، ودي حاجة بتجدد لي أنا شبابي وبتحسسني بإنه فعلاً ناس بحبها، بحب أتفرج عليها جداً. وفي نفس الوقت لما بنبقى أصحاب بعد كده تحس إنه كأنه الزمن شغال في صالحنا. بقالنا بقى في العبث ده من زمان، احنا عمالين انت فين انا هكلمك انت فين، ونتقابل بعد كده مبسوطين جدا. تاني يوم عندنا ميعاد. هو واحد من الناس الواعدين جدا، واسمه دلوقتي بقى تريد مارك. طبعا طبعا. طيب انا بقى هسألك كمشاهد حضرتك، بما انك مشاهد وممثل، بما انك قدمت السايكو دراما مظبوط، نقدر نقول ان رائد السايكو دراما زي ما هما بيقول الفنان محي اسماعيل؟ بص حضرتك، انا في حدود علمي المتواضع انه سايكو دراما في حاجتين، في يعني قد يقصد به الشغل السايكولوجي، شغل درامي سايكولوجي، يعني تجسيد العقد النفسيه زي ما بيقولوا. لا بس احيانا بيستخدم كلمه سايكو دراما كجزء من العلاج النفسي. يعني احيانا بتستخدم في ممكن الدكتور الخبره العظيم ده يقول لنا اذا كان ده صح ولا لا، فانا مش متاكد قوي. انما اذا اتكلمنا على الادوار يعني النفسيه وتجسيدها، فانت عندك طابور طويل من الممثلين العظام كلنا. زي لازم مين بقى؟ تبداي بزكي رستم.
يعني الله يرحمه محمود المليجي مثلا اساتذه يعني طبعا بدون القاب يعني اكبر من اي القاب يعني طبعا طبعا عنده حاجات يعني ورانا فكره انه ازاي ممكن يبقى فيك حاجه جوه انت مش انا مش يعني مقلقه واذا كان لا احنا عندنا طبعا رواد على على في اوقات يعني الاستاذ نور الشريف حتى في الاول ادواره لا وكان شاب وعمل حاجات نبأ يعني لفت نظرنا لموضوع الشخص المعقد او اللي عنده ازمه نفسيه استاذ محمود ياسين عمل ده برضه لا عندنا طول الوقت في ناس طبعا استاذ محمد اسماعيل جات له فرص عظيمه ان هو يبلور فيها مش بس بقى موهبته كمان دراسته فلسفه واهتمامه بعلم النفس وكده وعنده القدره انه كان يعمل ده عندنا لا ممثلين طبعا يعني 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 حرام يعني افهم من كلام حضرتك ان هو ملوش رياده هو اجاد في تقديم ادوار العقد النفسيه ولكن ملوش في رياده هو مش رائد لا كلمه رائد دي عشان نقولها انا هو بيقول كده عن نفسه عشان كده انا استاذ محمد اسماعيل على عيني وعلى راسي وانا شئت ام ابيت انا او غيري والراجل له تراث وله تاريخ ولازم يحترم اكيد لكن طبعاً. كلمه رائد في تاريخ مصر الفني كلمه لازم نتحفظ عليها شويه يعني انا عندي رائد الاداء الطبيعي بالنسبه لي انا نجيب الريحاني مش معقولها يعني الراجل ده سابع عصر كل الممثلين اللي جنبه ممثلين عظام جدا بس هتقفش حاجات الحاجه بتطلع زياده الصوت غلب البتاع الانفعال مش الوحيد اللي من الاول خالص شيء عبقري عظيم كل تراث نجيب الريحاني كل الناس دي تعرف نجيب الريحاني طبعا عنده كام فيلم يعني ست افلام واحد فيهم ضايع يعني انا اعرف خمسه ده اللي انا فاهمه يعني طيب يعني حتى كل الناس دي ما شافتش مسرحياته اللي هو تراث تاني وما شافتش افلام اكتر من كده بس من الافلام القليله دي خلاص عرفنا خلاص في واحد محفور طبعا عندنا فعندك رياده اهو زي ما قلت في 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 رواد غير محمود المليجي وزكي رستم فان احنا النهارده واحد مننا من الاجيال اللي هي من اول يعني ده كل ده من الثلاثينات والاربعينات مش يعني فالرياده كلمه انا افضل ان ندخرها للاجيال الاولى الرعيل الاول اللي لولا ما كناش كلنا هنبقى موجودين كلهم دول اللي عملوا لنا قيمه من الاخر احنا ما كانش بتاخد شهادتنا قدام المحاكم كممثلين وكان بيتقال لي يا مشخصاتي وكان ما كانش لينا وجود وكان بيتقال مهنه من لمينا تلاو الناس اللي عملت لنا يوسف بي وهبي كل الناس اللي عملت لنا قيمه هم دول اللي اسمهم الرواد مع احترامي للجميع. طب يلا نسمع اغنيه حلوه يلا يلا بينا. سألوني الناس عني
حط عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني وهب الهوى ومكان الهوى لأول مرة ما بينكن سوا عناك يا حبيبي هدم المكاتب وأخذها الهوى ويعز علي كني يا حبيبي لأول مرة ما بينكن سوا طيب عندي خبر عايزه حضرتك تبص عليه. اتفضلي. ده حوار في المصري اليوم. اصبحت اواظب على الصلاه والصوم في رمضان. زمان ما كنتش كده واتمنى تقديم ادوار الاكشن. الجزء الاولاني ده من التغيير؟ على فكره الالتزام واحد مش 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 100 حاجه. والالتزام لازم ما يجيلكش مفروض عليك، لازم انت اللي تختاره. وفي حاجات لما انت بتعملها وتبقى في الاول مش متعود عليها، مش مستسغه قوي، مش شايف لها ابعاد واعماق وفلسفات وبتاع، بس لما بتعملها وتحسها امسك فيها. بس طب نشوف الخبر اللي بعده. خالد الصاوي بيرد على الفلكي الذي تنبأ بوفاته بعد الشر طبعا. هو فين ده؟ هو اللي باين عليه اللي مات. هو فين؟ العمار بيد الله وما ينفعش نتكلم في الغيب وما ينفعش يبقى في حاجه اسمها حظك اليوم وما ينفعش يبقى اسمها كده وما ينفعش في الجرايد القوميه يبقى اسمها الراجل ده هيموت والراجل ده هيحصل لك والسعد جاي لك والوعد راكبك والكلام الفارغ ده ما ينفعش. انت مالكش بقى في الابراج ولا الكلام ده كله خالص؟ ابراج فكره لطيفه علشان الولد والبنت في الجامعه يقول لها انت برج ايه وتقول له برج ايه ويتصاحبوا ماشي، لكن مش علشان اقول لك فرصه للتعارف بس بكره. كنت بتعمل كده زمان؟ كنت بتعمل كده زمان؟ انت برج ايه وبتاع وتتعرفوا على بعض؟ لا انا كنت بعمل العبيط اللي مش فاهم والله ويا وكده. معلوماتك جامده قوي في الابراج باين عليكي، تعالي نتغدى سوا كده. كنت بعمل كده قبل ما اتجوز. قبل ما اتجوز طبعا اكيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب هنشوف الخبر اللي بعده. يلا اتفضل. ندمان على فيلم اخلاق العبيد؟ لا مش ندمان على اي فيلم عملته حتى لو كان وحش، ومش ندمان على اي مسلسل عملته حتى لو كان سيء خالص. طب كنت بتجامل صديقك عصام الشماع في الفيلم ده؟ ما جاملتش، ما حصلش ان انا جاملت اي حد في اي شغل. فيلم وحش؟ واي اختيار اختيارته لا، بيبقى في حاجات مغريات مغريات مغريات. يجيب لك شخصيه عظيمه مثلا، شخصيه تاريخيه. انا ضعيف بقى في الحته دي، بس ما بقتش كده قوي. دلوقتي بقى عندي سنه انه اقاوح مع نفسي شويه واقول طب يعني بقيه العناصر ايه. يجي لك دور بطوله في وقت انت تفتقري فيه الى البطوله او تفتقدي البطوله. طب انت كان نفسك في البطوله فعشان كده قبلت الفيلم؟ لا الفيلم اساسا الجمله بتاعت اخلاق العبيد دي طالعه مني انا، الجمله نفسها. والله يرحمه منتج الفيلم وكان صديقي وكان مؤمن بيا قوي، عمل لي فيلمين على فكره، عمل لي الفاجومي واخلاق العبيد. الفاجومي اخراج الاستاذ عصام الشماع، واخلاق العبيد اخراج الاستاذ ايمن مكرم.
والإنتاج في الاثنين كان للأستاذ حسين ماهر الله يرحمه. طيب معانا فيديوهات من النقاد، عايزة حضرتك تسمع رأيهم. يا ريت. بتحب النقد ولا بحب النقد. بتحب طارق الشناوي بالذات، أستاذ طارق. والله احنا جايبين لك النهارده بس طارق الشناوي. علاقتنا ببعض علاقة غريبة شوية، بس أنا أصريت إن أنا قلت له من الأول خالص، أنا بحترمك جدا وبحبك جدا عشان أنت راجل فير، راجل ما عندكش خيار وفقوس. حقيقة. وأرجوك على مدى حياتنا، لو كتبت عني كويس مش هشكرك، ولو كتبت عني وحش مش هلومك، فخليك براحتك بس اعرف ان انا بتابعك عشان بحترم ألمك بس. طب يلا نشوف النقد. خالد، انا شايف انه في القاهرة كابول وايضا في المسلسل الثاني اللي هو اللي ملوش كبير في توازن في الجمال، ولكن القاهرة كابول اكثر عمقا، الدور فيه زخم عميق. شايف انه خالد اكثر جيله مرونة في التعامل مع الزمن، لم يتوقف امام فكرة البطل اللي هو رقم واحد على التترات او الافيش، وفي نفس الوقت لم يتوقف كثيرا امام ترتيب اسمه على التترات او الافيش. واعتقد انه خالد بالنسبة لجيله هو صاحب الرصيد الاكبر. خالد ممثل صائد للفرص، بيجيد التنشين. خالد تركيبة شعرية، أنا دايماً أقول إن العمق الحقيقي عند خالد الشاعر، هو عامل مفتاح لخالد، هو صاحب المفتاح بتاعه وعارف أنا علاقتي إيه بالحياة الفنية. علاقة خالد بالحياة الفنية أن يختار الدور اللي يجد فيه ما يجذبه، لا تعنيه المساحة ولا ترتيب اسمه ولا ربما ايضا الرقم اللي هيحصل عليه، فعشان كده قد تتباين اختياراته، لكن ما بيبقاش قيمه الدور، ربما حجم الدور. اللي بيميز خالد انه صاحب بصمه خاصه، الفنان اللي عنده طله وعنده منهج في ادواره، ده هو الفنان اللي بيفضل يقدر يعيش اكتر واكتر. مع كل حبي لاحمد العوضي في المسلسل اللي ملوش كبير، اسمه يجي قبل طبعا بعد ياسمين، ولكن اسبق من خالد اكيد. لو ما كانتش ياسمين في المعادله كان المنتج والمخرج والمؤلف كان هيحط اسم خالد قبله، قبل احمد العوضي. انا بقول واحد ما تشبث قوي، ولكن يعني من حقه احيانا ان يقول لا. ده من ضمن العيوب اللي ممكن اذكرها بالنسبه لخالد. بيتعلق خالد في الادوار غير التقليديه، بيسعى بتفكيره إلى أنه يهرب برا السور. إذا لم تكن الشخصية بتهرب أو بتقفز على السور، فالحد الأدنى أن هو روحه قادرة على القفز. كنت أتمنى أنه الحرامي والعبيط يبقى على قد الترقب اللي احنا كنا ننتظره. أنا عايز أسأل خالد الصاوي، لأنه أنا ما عنديش إجابة، ما هو الجزء العميق في التنافس بينهم؟ إيه المرة اللي اعترض فيها الصاوي على صالح أو صالح على الصاوي؟ فكرة اسم مين الأول؟ يعني التفاصيل دي إزاي كل منهما قدر يتجاوزها؟ شفت هو يعني راجل لوحده كده، لازم تسيبه بقى لوحده خالص وما تزنش عليه ولا تقول له قلت كتبت عني إيه، ولا هو راجل يقول ما شاء، لأنه ما بيقولش كلمش بمصلحه ولا ب يعني طارق الشناوي ما ينفعش حد يشتريه، ما ينفعش حد يجبره، ما ينفعش حد يغريه. راجل محترم، انا بحترم رايه، ممكن نختلف احيانا، يعني ممكن انا الاقي مثلا تجنى على حد، مش تجنى يعني، يا حرام عليك يا اخي، مش للدرجه دي يعني. مثلا انت عشان كده زعلت من حته التتر اللي اتكلم عليها، برغم ان احنا لا 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 اتكلمنا فيها في الحوار في الاول، كنا بنتعب الناس اللي بتخش في وسطينا، لان احنا اصحاب من سن 17. لا انا مش بكلمك على الحته دي. آه. بكلمك على اللي ملوش كبير، استاذ طارق الشناوي اتكلم على نفس المنطقه اللي احنا اتكلمنا فيها. صح. بس حضرتك ردينا احنا في الاول، بس انا حسيت ان انت اتاثرت لما الموضوع جه من استاذ طارق. لا 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 خالص، انا برضو هرجع ااكد، المنتج والمخرج حاطيني بطريقه في عرف السوق مميزه، يعني اقولها لك بالبلدي،
بيطلع النجم او النجمه اللي عمل باسمهم واللي هم شايلين بنقول شايلين العمل هم الاحداث. احنا بنتابع القصه دي، النت كله معجب بالقصه دي، وده معناه الشعب الناس كلها، لان كل بيت فيه نت وكل بيت فيه شباب. انما حاطيني زي فبيطلع النجمه والنجم بتوع العمل اللي باسمهم ثلاث لوحات في الاول، ثم في الاخر بيجي لك حط قام بدور كذا وثلاث لوحات بتاع. هو قصدهم يحطوني في مكان كويس. لو كان حطيني ثالث واحد، لو حطيني بقى اول واحد او ثاني واحد في العمل ده برضه تبقى غريبه، لان حجم دوري مش للدرجه دي. فهمت قصدي؟ يعني هي الفكره، انا مش حاسس ان انا حد بيقلل من قدري خالص بصراحه. لا ما حدش جاب سيره كده، بس انا بتكلم على تعليق الاستاذ طارق الشناوي. انا بقول لك اللي عندي بصراحه بامانه، ويعني يعني فعشان كده انا سالت، انا حسيت ان انت اتاثرت بالكلام. كان ممكن ما اعرفش مثلا ابقى لطيف قوي، لان انا ما بعملش حاجه انا مش عايز اعملها. طيب سالك سؤال تاني، الخلافات اللي بينك وبين الراحل خالد صالح؟ زيرو خلافات. صفر. ليه؟ انا وخالد معلمين بعض، يعني 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 مربي، عارف انا بقول مربيين بعض، متعلمين مع بعض والبعض. في ايام كليه الحقوق، في مسرح كليه الحقوق، خالد نجم من اول لحظه واحنا في الكليه. خالد اصغر مني بشهرين على فكره، بس هو كان بيعمل فيزيكلي، شكله كان بيدي الاحساس انه ممكن يعمل بشويه ابيض. هتلاقي حتى في المسرحيه بتاعتنا حاطين له ابيض وبتاع، ينفع دور الاب والعم والمش عارف ايه. وكان بيبهرنا بالتنقلات، احنا لسه بنتعلم التمثيل كلنا، وهو بشويه خبره صغيره في مسرح المدرسه قبلنا عامل شغل مش يعني وسلس. انا بقى اخرجت الخالد واقول لك على الممثل العظيم اللي ناس ممكن تبقاش شافته، شافت اسباب ان احنا بنتكلم عنه كده. خالد اذكى ممثل ممكن تكوني بتخرجي له في العالم، انا بالنسبه لي. وانا اول قعده بيقعد معاكي ويسمعك، كل اللي بيعمله ان هو بس يفهمك انه معاكي على الخط كده، حاجات كده بسيطه يفهمك انه معاكي على الخط، مش ولا كلمه. ودي ملكه غير عاديه، انا ما ينفعش تقعدي تحكي لي حاجه الا ما برغي يعني، فاهم؟ عنده قدرة انه يسمع كويس قوي ويعمل اول والتاني والتالت بروفا، يعني مش هقول سيئة بس كانه بيقرا بس، وفجأة يطلع، وفجأة ما انتش عايزة تديله ملحوظات تاني، تسمعي منه وجهة نظره بقى ممكن الشخصية تعمل ايه. ده خالد، فاهمه؟ في نفس الوقت هو، فاحنا لما كان حد بيخش في بيننا مثلا، يعني حد مثلا يقول ايه، انا كنت هجيب خالد بس انا لقيت انك انت انسب، اقول له لا انت لقيت ان انا ارخص، بلاش نداله يعني، فما تحاولش تخش بينا. خالد عظيم وهو ده دوره وانا مش هاخده منه. خالد على نفس الناحيه الثانيه لما يجي يقول له انت استاذ، يقول له ده استاذي هو خالد، نفس الردود. اللي هيخش بينا هيطحن، لانه انت داخل بينا انت بتشوه حاجه ما ينفعش تبوظ، كانك داخل بين اتنين اخوات. فاحنا نتكلم في الافيش، احنا الاثنين يعني عيب. ربنا يرحمه. طيب نشوف اخر فيديو معانا. خالد نموذج للمثقف العضوي اللي قدر يصيغ مشروعه الفكري ويركزه داخل موهبته. خالد هو الاقرب الى الناس، سواء كان بيعمل دور سواء ميكروباص او كان بيعمل دور رئيس تحرير مجله. انا ما اعتقدش ان خالد الصاوي نجوميته تراجعت في اي فتره من الفترات، المساله ان كان في فتره ما كان عنده وهج كبير، بعد هذا الوهج ابتدى يبقى فيه مرحله جديده عنده هو كممثل، بينتقل من مرحله سنيه لمرحله سنيه ثانيه، فبالتالي طبيعه الادوار بتتغير، زائد ان الصناعه كلها كانت بتتغير، البلد كلها كانت بتتغير في الوقت ده، لكنه عاد الى قواعده سالم بقاله كام سنه. يعني صناعه السينما وصناعه الدراما هي صناعه بطبعها ديناميه جدا، متحركه جدا، كل يوم بيبقى فيها شروط جديده وكل يوم بيبقى فيها لاعبين جدد، والاساس دايما هو التواجد. ففكره اننا نحكم على ان في ادوار قويه جدا او في ادوار مش قد كده، ده بنقدر نرجعه للمواءمات الفنيه اللي الفنان لازم يقوم بيها علشان يفضل متواجد، لان التواجد هو الاساس. جمهور خالد الصاوي هو كل متذوق حقيقي
للفن شاف عمل ليه. نقدر نقول ان خالد بيتألق مع المخرجين الكبار ومع النصوص الجيدة اللي فاهمين كويس امكانياته، عارفين كويس ان هو فنان عنده فكر. كل النجوم العالم المهمين ما عملوش كل الادوار بنفس الوهج. خالد الصاوي صاحب رحله ثريه ومتنوعه خلق بيها بصمه في الفن العربي لاندونز. هو فنان صاحب فكر، صاحب وعي قوي جدا بامكانياته كممثل، بالوسيط اللي بيمثل قدامه سواء كان وسيط تلفزيوني او وسيط سينمائي، وفوق كل ده وعي باللحظه التاريخيه والجمهور وذائقته واتجاهاته. هو بطبعه مناضل ومقاتل، مقاتل شرس، ومعروف ان المجال اصبح ضاغط بدرجه كبيره، ظروف الانتاج ما بقتش في افضل حال، وبالتاكيد خالد زيه زي نجوم كتير بيتاثروا بده. شكرا استاذ محمد. طبعا نقد الاستاذ محمد عاطف. طبعا استاذ محمد عاطف، يعني اشكرك جدا جدا على كل كلامك، والراجل قاريني كويس من زمان، وبرضه مش عايز اقول يا رب ما تكونش بس شاته مجروح، بس هو راجل من الناس الموضوعيه برضه اللي مش هيجامل يعني. فانا تاثرت تراني تاثرت. استاذ خالد الصاوي، النهارده كان يوم ليك ولا يوم عليك؟ لا يوم ليا طبعا، الحمد لله مع كل الناس الجميله اللي بتستقبل من قلبها دي، وانا الحمد لله بحس بالحاجه اللي من قلبها. في حاجة ضايقتك في الحوار؟ وبحفاوة حضرتك وبالشغل كله، الفرقة اللي جاهزة دي على طول، والمطربة اللي ربنا يوفقها هايدي موسى، كل حاجة هنا كانت إضافة، وأنا بشكرك جدا. حضرتك نورتنا، ربنا يخليك. كنا مبسوطين بوجودك معانا، حضورك وعلى رقيك، وأشكركم جميعا. أشكرك يا أستاذ خالد، ربنا يخليك. نختم حلقتنا بأغنية حلوة. Oh, 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 oh.
الصبح وقت.